من زمان، بس لسه إله قيمته تقيلة وما في حدا بيقدر يوقف بوشه. اللي بيقوله بنفذه. طيب وبخصوصياته؟ ما لقيت شي. كيف ما لقيت؟ شو ما عنده حياة خاصة؟ بيقولوا كان عنده ولد. ايه بس هلأ ميت. موتة ابنه خلته ينهار كتير، والكل كانوا عم يستنوا ومتوقعين انه يروح ينتحر او يقوص حاله، بس بعدين سحب ايده من كل الشغل الوسخ. عايش هلأ بعيد عن العين. زعلتني كأنه ما بيستاهل. ايه وشو كمان؟ مرقت الايام وهو ما تغير، بس طلع في عنده بنت كانت عايشة بالميتم. جود لقاها ورجعها. جود؟ لك هذا الحقير بده يطلع لي وراك القصة؟ ايه وبعدين؟ ممدوح طالع جود كرمال عيونه للبنت. كتير منيح عليكي. بالله وليش بقى معلم؟ شو ما فهمت انه لقينا نقطة ضعف ولا؟ اذا زعل على ابنه لما مات كل هالقد، فما بالك اذا راحت بنته؟ الله اعلم شو راح يصير فيه. بنخاف منك كتير معلم.